عجل، عبد المجيد تبون يتغاضى عن إهانة ماكرون للجزائر. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا تفوتكم الأخبار الجديدة. نقل التلفزيون الجزائري عن الرئاسة اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 أن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود لمواصلة مهامه في باريس اعتبارا من يوم غد الخميس. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير الجزائر لدى فرنسا محمد عنتر داود قبل عودته لمواصلة أداء مهامه بباريس بداية من يوم غد. وحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، واستدعي السفير في أكتوبر بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس كراهية فرنسا. في تعليقات قالت الجزائر إنها غير مسؤولة، كما أوردت الصحيفة أن ماكرون شكك أيضا في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي لها، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.